يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمن زفلتت الشوارع ووجدت السيارات التي تنقل الناس، فإذا نزل مطر شديد فإنه لا توجد مشقة للذهاب للمسجد، والناس أيضا لو جمعوا لا يجلسون في بيوتهم في هذا العصر، بل يذهبون لمحلاتهم وإلى غير ذلك، فهل يباح الجمع والحال هذه؟ نعم، بين المغرب والعشاء يباح الجمع ولو كانوا يأتون للمسجد سيارات، لأنه إذا طلع بيرتب السيارة نزل عليه المطر، إذا نزل منها بي البيت نزل عليه المطر، يمكن تعطل السيارة بعد ولا تمشي في أثناء الطريق ينزل عليه المطر. هذا هو السنة، أنه يجمع. نعم.